لكن الحقيقة ما هو الأهلي مش كورة بس. النهاردة كان في مباراة في كرة السلة بين الأهلي والزمالك في صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك في ميت عوبة. لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة بتقول إن المباريات بدون جمهور. طيب الفريق صاحب الملعب لو دخل جمهور يحصل له إيه؟ قال لك تلغى المباراة وتطبق اللائحة. فنادي الزمالك دخل جمهور. تطبق اللائحة اللي هي إيه؟ اللي هو لسه هيبحثها الاتحاد بقى. آه. إلغاء المباراة تحسب للفريق الضيف، يعني اللائحة تلغى المباراة في حال إدخال الفريق المستضيف أو المضيف جماهير، المباراة بتتلغي والفريق الزائر يعتبر فائز. نادي الزمالك دخل جمهور، الأهلي اعترض، تم سحب الجمهور لكن تم إدخال عناصر تانية، قال لك دول لعيبة الكورة في النادي عشان يشجعوا. الأهلي تمسك بحق القانوني لأنه حتى كانت مباراة الزمالك وسموحة هي اللي أثرت هذا الجدل. طب هو إيه المشكلة إن كل الناس تخرج حرصا على مصلحة فريق السلة في الزمالك؟ أصل أنا أتذكر إن الموقف ده حصل السنة اللي فاتت والزمالك كان الكابتن عصام عبد الحميد وقف المباراة، كان في بعض أسر أو ناشئات أو ناشئين كرة السلة في الصالة في النادي الأهلي بقى في صالة الأهلي، وأصر على خروج الجماهير. خرج وبعدين تبقى منهم عدد، راح موقف الماتش تاني واثر ولم تستكمل المباراه الا بعد اخلاء الصاله تماما من الجماهير. فاذا كان دي القاعده مش عايزين الجماهير او ما هو ومن الحب ما قاتل، يعني انت جاي تشجع. هي جت ازاي؟ يوم 20 مارس كان في مباراه الزمالك وسموحه. الزمالك دخل جماهير. الجماهير تجاوزت بحق نادي سموحه، الحكم حسب تكنيكال فاول مرتين على الزمالك لسبب اخطاء الجماهير، وبعد كده الاتحاد المصري لكره السله غرم الزمالك 30,000 جنيه وطلع قرار انه من الان فصاعدا كل المباريات بدون جمهور والفريق اللي هيدخل جمهور يحتسب مهزوم. ايا كان السبب مش دورنا نقتنع بالاسباب وحدد قال لك اللي مسؤولهم اعضاء مجلس الاداره، دورنا ننفذ التعليمات. وانا هنا عايز كل اللي بيحبوا الاهلي الزمالك الاتحاد السكندري السموحة سبورتنج كل اللي بيحبوا انديتهم المساعده اللي تديها ناديك انك تمتثل للتعليمات.